من دير البلح ينضم لنا أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك معنا في مصر جديدة. جون كيربي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض قال إن مسؤولين حماس رحبوا بالمقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإنهم في انتظار الرد الرسمي. كيف ترى هذا المقترح وهل فعلا تتوقع أن توافق عليه حماس؟ مساء الخير وشكرا أهلا جزيلا بحضرتك. على هذه المقدمة، ودعيني من خلال هذه النافذة نتوجه بالتحية والتقدير لكل الأشقاء في مصر على هذا الموقف الرائع وهذا الدعم المتواصل لشعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة وهذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة كما تحدثت حضرتك. يعني المشكلة لم تكن ولا مرة في أن الجانب الفلسطيني يرفض وقف اطلاق النار، دائما ما كان الاحتلال الاسرائيلي هو يرفض، ودائما كان يعبر من خلال هذه المجازر التي يرتكبها عن اصراره لارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم بحق شعبنا. من الواضح تماما ان اليوم الاداره الامريكيه تقدمت بهذا المقترح من خلال الرئيس الامريكي بايدن، ولكن حتى الان الموقف الاسرائيلي غير واضح فيما يتعلق بالموافقه على هذا المقترح. في ظل هذا التهديدات سموتريتش وبندفير بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال الموافقة على هذا المقترح المقدم من الإدارة الأمريكية، بل عبر نتنياهو نفسه عن الإصرار على المضي في العدوان وتدمير المزيد من مقومات الحياة في قطاع غزة واستهداف المدنيين. هذا أمر واضح في الخطابات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، وأيضا تكثيف العدوان الإسرائيلي خلال ما شاهدناه في الساعات الماضية من عمليات استهداف للمدنيين الفلسطينيين واستهداف المنازل. هذا أمر بالغ الأهمية، من يذهب إلى وقف إطلاق النار لا يذهب باتجاه ارتكاب المزيد والمزيد من المجازر بحق المدنيين، ولا يعبر بهذه الطريقة عن رفضه للمبادرة. طيب، وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سيموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن جفير بيهددوا بالانسحاب من الحكومة وحلها لو استمر نتنياهو باتجاه توقيع هدنة في غزة. هل في رأيك هذا الانقسام ممكن فعلا يوصل لتفكك الحكومة الإسرائيلية، ولا يعني ده شيء عادي بيحصل في الداخل الإسرائيلي ولكن في الداخل يعني أو في النهاية كل حاجة ستبقى كما هي؟ يعني أولا دعيني أؤكد بأن لا يمكن بقاء كل شيء على ما هو، يعني هناك طبعا موقف دولي بدأ يتبلور، وهناك وضوح الآن أكثر فيما يتعلق بالمواقف الدولية اتجاه الضغط لوقف هذا العدوان وهذه الفضيحة الكبرى التي الآن من خلال ما يحدث الآن. المحكمة العدل الدولية أكبر أو أعلى هيئة قضائية في العالم اتخذت قرارها بشكل واضح فيما يتعلق بمطالبة إسرائيل بوقف العدوان بوقف عدوانها على رفح، وما حدث أن إسرائيل استجابت لذلك بالمزيد من العدوان والمزيد من ارتكاب الجرائم وأيضا المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، حتى سيطرت على معبر رفح ومنعت دخول المساعدات، أبسط أشكال المساعدات. اليوم هناك نفاذ للوقود والمواد الطبية وغيرها من احتياجات أساسية للتعامل مع التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. الاحتلال ماض في جريمة الإبادة الجماعية التي الجميع يذكر في الشهر فبراير الماضي عندما ذات المحكمة اتخذت مجموعة من التدابير العشر تدابير المتعلقة بجريمة الإبادة ومطالب إسرائيل التزاما بها، وحتى الآن دولة الاحتلال لم تلتزم. وأيضا عندما جاء مدعي المحكمة الجنائية الدولية أخيرا متأخرا بعد شهور طويلة من المجازر لمطالبة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية من أجل أن يتم استدعاء وتوقيف نتنياهو ووزير جيشه، هذه أمور أيضا تترافق مع ما نشر من حملة تضامن دولية على صعيد الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهبة الشعبية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي اليابان وفي أمريكا اللاتينية وانضمام الكثير من الدول وفي مقدمة طبعا مصر لدعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية. هناك مواقف تتبلور بشكل قوي جدا ضد هذا العدوان، وأيضا الفضيحة الكبرى أن إسرائيل كانت تدعي دائما والإدارة الأمريكية تدعمها في ذلك أنها الديمقراطية الوحيدة وأنها الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، واليوم كل شيء يعني بات واضحا أمام الجميع أن هذه الدولة
لا تؤمن لا بحقوق انسان ولا بعداله ولا بديمقراطيه، بل تؤمن بالمزيد بالقتل والدمار والظلم. بمناسبه العداله، هآرتس بتقول انه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عايز يسحب صلاحيات تعيين اعضاء لجنه التحقيق بهجوم 7 اكتوبر من رئيس المحكمه العليا، وانه مش عايز اللجنه يراسها قاضي. يعني بمناسبه الحديث عن العداله، هو ليه نتنياهو خايف من تولي قاضي لجنه التحقيق؟ يعني نتنياهو خائف اولا من الملاحقه على مستوى اسرائيل فيما يتعلق بالفشل في التعامل مع 7 اكتوبر، وهذه فضيحه كبرى داخل اسرائيل، وايضا على المستوى الدولي من خلال ملاحقته كمجرم حرب في العالم، وهذه خطوات تتخذ على مستوى سواء المحكمه الجنائيه الدوليه او على صعيد المحاكم الوطنيه في دول كثير من دول العالم. يعني ستبقى الدوله الوحيده التي ربما يزورها نتنياهو هي الولايات المتحده الامريكيه. نعم. في حال ما تم اقرار موضوع توقيفه. نعم. يعني انا يعني من المستغرب تماما حتى من ضمن ما يتعلق بالعداله والقضاء الاسرائيلي والكنيسة الاسرائيلي ايضا التشريع، ان يتم الذهاب باتجاه تصنيف وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا وهي مؤسسه امميه انشئت بقرار من الجمعيه الامم المتحده، ويتم تجديد شرعيتها كل وتفويضها كل 5 سنوات من خلال الجمعيه العامه للامم المتحده. هناك 170 دوله في العالم اعطت هذه الشرعيه للأونروا. نتنياهو وحكومته والكنيسة الاسرائيليه يحاولون وسمها وتصنيفها بالارهاب، منظمه ارهابيه. نعم. سابقه خطيره غير يعني لم تحدث من قبل، يعني يتم تصنيف مؤسسه امميه، مؤسسه انسانيه بالارهاب. انها ارهابيه. والنهارده الأونروا بتقول انه المخيمات بتاعت الأونروا جميع ملاجئها ال 36 في مدينه رفح فارغه من النازحين بسبب العمليات العسكريه الاسرائيليه، امال المواطنين راحوا فين؟ يعني منذ بدايه العدوان الاسرائيلي على مدينه رفح هناك طبعا عمليات القصف والمجازر التي تم الاحتلال الاسرائيلي وايضا نسف وتدمير مربعات سكنيه باكملها، فبالتالي السكان نزحوا من تلك المنطقه الى منطقتين. نعم. منطقه المواصل وهي منطقه ساحليه صغيره جدا الان بها مئات الالاف من النازحين، وايضا المنطقه الوسطى لقطاع غزه التي تشمل دير البلح ونصيرات والبريج والمغازي، وهي ايضا منطقه صغيره اليوم هي مكتظه باعداد كبيره بالنازحين، ولا تتوفر حتى مستلزمات الايواء بمعنى الخيام والاحتياجات الاساسيه والمواد الغذائيه، ونحن نتحدث اليوم عن مجاعه حقيقيه بدات تاخذ مناحي خطيره، ولربما شاهدت قبل 48 ساعه استشهاد طفل بسبب عدم بسبب سوء التغذيه وعدم توفر الغذاء. الجارديان قالت يا صحيفه الجارديان قالت انه توقف توزيع المكملات الغذائيه في غزه يهدد حياه اكثر من 3000 طفل يعانون سوء تغذيه حاد. يعني الموضوع مش طفل واحد، عندنا اكثر من 3000 طفل مهددين بالفعل، وهناك من يتوفى ويدفن بصمت بدون حتى تسجيل الحرق الأسد، وهناك ايضا لابد من الاشاره هناك 21 ألف مريض وجريح بحاجه ماسه الان لعلاج خارج قطاع غزه في ظل الدمار الذي شاهدناه، وهي سوابق نحن نسجل سوابق في التاريخ، استهداف المستشفيات والعيادات الطبيه والطواقم الطبيه وسيارات الاسعاف، لم يحدث ان شاهدنا في اي عدوان او في حرب ان يتم استهداف بهذه الطريقه لهذه المستشفيات وتدميرها وتحويلها الى مقابر جماعيه كما حدث مع مستشفى كمال عدوان ومستشفى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء مجمع الشفاء الطبي في غزه، واستهداف مستشفى المعمداني والمستشفى الاهلي العربي في غزه، عن استهداف مئات النازحين الذين لجأوا الى المستشفى بصفته مكان محمي وفق القانون الدولي. اليوم تم استباحة كل شيء، لا قيم ولا اتفاقيات ولا مبادئ، كل شيء مستهدف، وللأسف نحن نتحدث أيضا مرة أخرى عن فشل ذريع للمجتمع الدولي في حماية المنظومة القانونية التي تحمي حقوق الإنسان والمبادئ التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية ما فيها الإعلان العالمي للحقوق. اليوم أيضا قوات الاحتلال تقطع خدمة الإنترنت عن البنوك العربية في الداخل، وده بعد إعلان وزير المالية بتسلئيل سيموتريتش قطع العلاقة معه، كيف تعلق لنا على هذا الخبر؟ يعني أولا موضوع قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، يعني أولا الاحتلال الإسرائيلي يسعى
لنهب الأرض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين عن مناطق واسعة في الضفة الغربية وبخاصة على منطقة غور الأردن، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيش شعبنا على كافة المستويات. ما يحدث في الضفة الغربية هو له ارتباط أساسي بما يحدث في قطاع غزة، وهو ليس بعيدا عن ذلك. ما يحدث في الضفة والقدس وغزة هو مترابط. الاحتلال الإسرائيلي يضرب حقوق شعبنا الفلسطيني في ومشروعنا الوطني الفلسطيني قائم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس من خلال ضرب هذه المقومات الأساسية وضرب مقومات الحياة، مثل ذلك المنظومة البنكية. أشكرك شكرا جزيلا من دير البلح، أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. طيب